النجاح مش سهل، وعشان يتحقق بيحتاج مجهود كبير وشغل أكتر وناس مؤمنة باللي بتعمله. ولأن كل قصة نجاح بتبتدي بحلم، إحنا في مصانع سويدي إلكتريك كان حلمنا نطور من نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. قوة الصناعة تعتمد على قوة العامل اللي هي في المصنع، تطور الصناعة يعتمد على تطور العامل نفسه، فإحنا وينفست في العامل، كل ما طورنا في العامل كل ما لدينا قوة للصناعة المصرية. بالتالي خدنا عزم من هذا الموضوع، إحنا كسويدي إلكتريك عن طريق سويدي فونديشن عن طريق STA إن إحنا نستثمر في التعليم الفني. وعشان الحلم ده يتحقق كانت فكرة الأكاديمية. أكاديمية سويدي الفنية هدفها هو تطوير وتغيير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. الحقيقة الفكرة بدأت في سنة 2011 بإنشاء أول مدرسة تعليم فني مزدوج بالارتباط بمصانع سويدي إلكتريك وشركة سويدي إلكتريك. هدفنا إن إحنا بنوفر النوهاو أو المعرفة إزاي ندير عملية التعليم الفني بشكل جديد. في الفترة الأخيرة الدولة ركزت جامد جدا على التعليم الفني، وشايفين التعليم الفني هو اساس الصناعه وبيساعدونا جامد ان احنا نوصل اهدافنا، عشان احنا مش هينفع ننجح غير بشركاء صناعيين ووزاره التعليم ووزاره الصناعه. مفيش اي مجتمع بيتقدم الا بالتعليم. سويدي المحولات قررت انها تشترك في مدرسه السويدي STA علشان ده بيدي دفعه قويه جدا للصناعه ودفعه قويه جدا للجود كواليتي في المحولات. فكرنا ان احنا نشارك مع STA على اساس ان احنا نقدر نوفر احتياجاتنا من العماله اللي هي متدربه وتكون عماله جيده. منترا قررت تشارك STA في العمل المجتمعي بتوفير كوادر مدربه للسوق المصري، فكانت فرصة صعبة جداً أن احنا نساهم ونساعد في تدريب شباب المستقبل اللي بيلتحقوا بالأكاديمية. من أهم الحاجات اللي احنا بنهتم فيها في أكاديمية سويدي الفنية هي المعايير الجودة في إنشاء المنهج الدراسي. المنهج الدراسي بتاعنا متغير جداً ومرتبط ارتباط وثيق بالصناعة. احنا بعتنا مادة علمية للسويدي تكنيكال أكاديمي عشان تدخل ضمن المنهج الأساسي الخاص بالدراسة للطلبة خلال تواجدهم في فترات الدراسة، وبالتالي يبقى احنا كده غطينا كل نقاط الضعف اللي كنا بنجدها لأي عمالة بتضاف لقوة الشركة من خارج الأكاديمية. كل المناهج اللي اتحطت للشباب الدارسين في الدفعة دي مناهج متخصصة لصيانة المعدات الثقيلة في مصر بالتعاون مع إدارة التدريب، كانت معتمدة من كاترفيلر. الأكاديمية فيها كذا تخصص زي مثلا الإلكترونيات ومكونات طاقة وكهرباء ومعدات ثقيلة ودي بي شنكر اللي هو اللوجيستكس موجود عندنا في الأكاديمية، بنتدرب عليه عملي ونظري وبنروح نطبع عليه في المصنع فعلي. وفي خلال 9 سنين قدرنا ان احنا نكبر ويكون عندنا مدرستين مجهزين باحدث الوسائل التعليميه، من اللوحات الذكيه التفاعليه ومعامل التكنولوجيا ومعامل الكمبيوتر، ده غير ان المباني المدرسيه تم تجهيزها لتوفير بيئه صحيه لرفاهيه الطلاب. بنوفر منح دراسيه من 70% ل100% لابنائنا وبنقدم لهم مزايا مختلفه. وفرت المصاريف عن بيئه الطلاب، وفرت الوجبات، احنا بنقعد وقت طويل في المدرسة، وفرت المواصلات، وغير ان هي بتقدم لنا راتب شهري بحيث ان هو يبقى سبورت لينا في نظام التعليم عشان يبقى نعرف نطور من نفسنا ونحسن من الاداء بتاعنا في الشركات وكده. اهتمينا باللغة الإنجليزية المتخصصة، وفرنا شهادات من جامعة كامبريدج لأبنائنا، اهتمينا بالشهادات الدولية وأعقدنا شراكات مع ألمانيا وفنلندا لحصول الطالب على شهادات جدارات معتمدة من ألمانيا ومن فنلندا على الجزء العملي اللي هو تعلمه خلال فترة الدراسة. وفي 2018 قدرنا نحصل على المعيار الدولي لمقدمي خدمات التعليم ISO 29990 من TUV نورد ألمانيا كأول مدرسة مصرية تحصل على هذا النوع من الاعتماد الدولي، وده طبعاً بيرجع لنموذج التعليم المزدوج اللي بيتبع المعايير الدولية. STA مبنية إن not to spend 90% classroom و 10% خبرة عملية، لا ده العكس تماماً، الأغلبية هي الخبرة العملية وال 20% هي الكلاسروم تريننج.
اللي هو بيفهمني وبيثبت لي المعلومة اللي أنا بدرسها في الأكاديمية وأنزل أطبقها في المصنع. التعليم المزدوج شيء مهم لأنه بيبقى عامل فوكسينج على نوعية الصناعة اللي إحنا متخصصين فيها. طالب الأكاديمية بالنسبة لي هو واحد قضى معايا 3 سنين بيتعلم فنياً، اتعرف على ماكيناتي، اتعرف على شغلي، اتعرف على الناس اللي بيشتغلوا معايا في الشركة لمدة 3 سنوات عاشهم معايا، وبلس ان هو بيتعلم الكالتشر والبيهيفير الداخلي بتاع المؤسسة اللي هو بيشتغل فيها. يعني احنا مثلا بناخد مواد في المدرسة مش فاهمينها فبنروح المصنع نطبقها عمل، فدي حاجة حلوة انها بتسهل لنا ان احنا نفهم الدرس بسهولة. فهو دلوقتي بيمر بمراحل الحاجة اللي بيدرسها وبيذاكرها كويس قوي بيمسكها بايديه. ولأن من أهم أهدافنا في الأكاديمية إننا نخلق فرص عمل متساوية للجنسين ونشتغل على فكرة تمكين المرأة، كان لابد من وجود الفتيات ضمن خطتنا التعليمية. هو احنا الأول ما كانش فيه بنات خالص، بعد كده ابتدوا البنات ان هم يقدموا، وكان الأول عددنا قليل شوية، بعد كده ابتدينا ان احنا نزيد، وبرضو الفصول ابتدت عددها تزيد وبقينا بنيجي المصنع كتير بنات وبنشتغل. STA عاملة إنجاز حلو قوي في إنها عملت موضوع 70 و30%، لكن إحنا بنطمح إن إحنا النسبة تبقى 50-50. إحنا سعداء جداً وبندعم فكرة اشتراك المرأة في مجال العمل جنباً إلى جنب مع الشباب. وعن طريق تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، 80% من خريجي الأكاديمية تمكنوا من الاختلاط بسوق العمل بسهولة. خريجي STA مختلفين جداً عن بقية الخريجين، مميزين جداً إن هم جايين فريش جراديوتس بس معاهم براكتيكال إكسبيرينس. اللي استفدته من الأكاديمية بعد التخرج وظيفة كويسة أقدر أتعايش بيها. دلوقتي عندنا 1200 طالب في السنة، وإن شاء الله حلمنا نوصل ل 10,000 طالب في سنة 2025 يكونوا ملتحقين سنوياً في أكاديمية السويدي الفنية على مستوى مصر إن شاء الله. علشان كده إحنا في أكاديمية السويدي الفنية بنهتم بدعم الحكومة المصرية وشركائنا لينا، لأن من غيرهم ما كناش هنوصل للي إحنا وصلنا ليه دلوقتي. النهاردة بنشكر أكتر من 15 شريك في الصناعة على ثقتهم فينا. طورنا وبنينا معاهم على مدار 9 سنين مناهج في أكتر من 10 تخصصات لصناعات مختلفة. خرجنا أكتر من 600 طالب وبنقدم 3 شهادات معتمدة دولياً. ولسه حلمنا أن ينضم لينا شركاء أكتر، لأن بوجودهم هنضمن أن احنا نوصل لأكبر عدد من المستحقين وبجودة عالية في مصر والمنطقة كلها. وده بسبب طموحنا الدائم وسعينا المستمر أننا نكبر ونتوسع علشان نقدم أفضل جودة تعليمية ونستثمر في مواهب مصدقين فيها ونطور منها. أنا بشكر جامد جداً التيم اللي بيدرس، كل الناس القائمين على هذه المنظومة، والحقيقة أنا فخور جداً بكل الطلاب وأنا بقعد في وسطيهم ما بصدقش نفسي وإزاي المستوى بتاعهم وإزاي التحضر بتاعهم. عشان كده الخريجين اللي هم اتخرجوا دلوقتي هم أساس الشركة، هم مستقبل الشركة. أنا فخور إني خريج أكاديمية السويد. أنا طالب في أكاديمية السويد. أنا طالبة في أكاديمية السويد. أنا خريج أكاديمية السويد. أنا فخور إني في أكاديمية السويد. أنا طالب في أكاديمية السويد. أنا خريجة أكاديمية السويد. أنا هتخرج السنة دي من أكاديمية السويد.